أول صورة تمر في خيالك حين تفكر في طبيب نفسي؟ بالضبط، لكن هل تعرف أن واحداً من أوائل من تحدثوا عن الأمراض النفسية وهذه الطريقة في علاجها هو طبيب عربي مسلم من القرن الثاني الهجري؟ إنه ابن ربان الطبري، رائد التأليف الطبي العربي. لقبه ربان يعني بالسريانية الأستاذ الجليل. علمه أبوه العربية والسريانية والعبرية وقليلاً من اليونانية. سافر ابن ربان إلى العراق للتعلم، وفيه أسلم على يد المتوكل، وكتب فيه كتابه فردوس الحكمة، وهو أقدم موسوعة طبية جامعة وصلتنا. هذا الرجل الذي كان من أوائل من تحدثوا في تخصص الطب النفسي وترك منهجاً للكتابة الطبية سار على دربه معظم الأطباء في عصر الحضارة الإسلامية،